Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to Islamic channel. Easy way to memorize the Quran. Part 346. Surah An-Nisa. Verse 105, 6 and 7. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس مما أراك الله بما أراك الله إنا أرسلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين
عن الذين يختانون أنفسهم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم.